هذا البرنامج برعاية السلام عليكم وحياكم الله مشاهدين الكرام مع هذا الصباح الجميل. أجواء جميلة في البلدة، لا تفوتكم في كل شطان أينما كنتم في ساحل حضرموت الممتد. نحن معكم في هذا الصباح الجميل في هذا البكور الطيب مع اليوم شاطئ جديد. واضح من هذه الرؤية وواضح أيضا من هذا الامتداد وأيضا الصفاء والنظافة فيه شاطئ روكب هنا وبزواره وضيوفه وكذلك المغتربين الوافدين إليه وكذلك كل الحاضرين هنا، يمتاز بنظافة في كل عام وأيضا فعاليات وأنشطة مختلفة مع هذه الفقرة بجوائزها وهداياها وتنافساتها المختلفة برعاية فندق نستو وركن السعادة وبترومكس. جوائز اليوم وهداياها مع هذه الحلقة وفقراتها المتنوعة. حياكم الله وأهلا بكم إلى البلدة. محمد محسن بن حيدوح. حياك الله، من وين؟ من بويه. شنو؟ عبيد احمد بن حيدوح. ما شاء الله، عاد احد اصحاب معكم؟ هذا عبد الله سالم. عبد الله طلعنا. عبد الله سالم. عبد الله بقعر. عبد الله الكريم بن حيدوح. كلكم عبد الله ما شاء الله. عبد الله محمد عبيد. ما شاء الله، جيتوا اصحاب اليوم للبلده؟ اي نعم. تغسلتوا ولا عاد؟ شبعنا. جيتوا بدري؟ بدري الساعه 4. كيف الجو؟ والله الجو ما شاء الله ما يحتاج صراحة، والجو اللي موجودين يعني والله. انتم هنا مقيمين ولا كنتوا برا؟ لا لا، هنا من اهل البلاد. من اهل نفس البلاد. اهل البوش. اهل البوش. ما شاء الله. هنا طبعا مجموعة جاءوا كأصحاب، صبحتوا ولا عادكم؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تصبحون؟ نعم اكيد. صباح بيوتكم. كيف البلدة هذا العام عندكم وكيف الزحمة؟ والله ما شاء الله كل سنة يعني تكون أحسن من سنة أحلى يعني، والله. إي والله كل سنة تكون أحسن من سنة. دفاع البلدة كيف عندكم؟ البحر بارد كيف، برودة زيادة. الجو زين. كيف الناس؟ الناس بخير. طلعوا من الوديان؟ ايوه، الناس طلعوا من دوعن، اصحاب وادي عامر، اصحاب سيون، كلهم طلعوا لهنا. زوار، حياكم الله. حي الله اصحاب روكب، وطبعا كل عام نحن نجي لكم. كل عام وانتم طيبين. نعم، كل عام وانتم طيبين. الاسم الكريم. اسمي عبد الله عبد القادر باكرمان. تقريبا هذا ثالث عام نلتقي. نعم، ثالث عام. اي والله. ما شاء الله. الحمد لله. كنت مغترب برضه؟ لا، الحين عني مغترب. الان لا خلاص. مقيم هنا. ايوه مقيم. كم سنه قلت لي اغتربت؟ كم؟ 35 سنه اغتربت. ما شاء الله. وجينا لبلادنا وان شاء الله انها زينه وكل يوم لاحسن. الى الاحسن، ونطمح انها للاحسن. والوالد الكريم تعرف عليك؟ حسين محمد اسماعيل الاهدل. من وين؟ من اب. اب. أيوة. كيف اصحاب اب؟ تمام. مقيم هنا ولا جيت زائر؟ لا لا، زائر. يعني جيت عشان البلده بس؟ عشان البلده فقط. كيف البلده؟ ممتازه جدا. يعني اكيد سمعت بها من قبل. ايوه اكيد. ايش سمعتوا عنها؟ يعني انها مثلا تشفي الامراض الروماتيز، ها، من هذا القبيل. سريعا، هذه اسئله بس سريعه للطفوله. اليوم من تغسل في البحر يرفع يده؟ كلكم؟ طيب من جديد، من جاء اليوم مع اهله مش مع اصحابه، مع اهله يرفع يده؟ كلكم مع اهلكم؟ فين اهلك؟ ها؟ طب وانت وين اهلك؟ اهلك. مع النساء. وانت؟ طيب سؤال اخر، من اليوم ما جاء البحر الا بعد ما صلى الفجر يرفع يده؟ صليت الفجر ضروري. طيب من اليوم ما جاء البحر الا بعد ما تصبح؟
بعد ما بسطت؟ بسطت اليوم؟ لا لا ما بسطت. لا بس وط يده. بسطت اليوم؟ وط يده. بسطت؟ لا. بس كيف قبل كلكم رفعتوا يداتكم؟ سويت الدراسة. ما عرفوا كلمة صبح. ما قدرت صبح فطر بسطت. طيب لحظة، من اليوم ما جاء البحر إلا بعد ما تعشى البارح. تعشى البارح؟ أكيد. إيش تعشيت؟ تعشيت خبز وصالة. نعم. تعشيت؟ كمان خبز. تعشيت؟ أيوة. طيب، عاد باقي سؤال أخير. ركزوا بس معي، ركزوا بس معي. من اليوم ما جاء إلى هنا إلا بسيارة. كلكم بسيارة؟ من اليوم جاء إلى هنا يسير. ما حد جاي يسير. على كلهم أطفال نحاول بهذه الأسئلة التعرف عليهم انطباعاتهم. طيب من قالوا منكم مشاركات وإبداعات؟ صيدة ما بعيد صنعة ولا مأرب بلادي عدن ولا بعيد سيوم في قرية سوية ثمن. أعطوا له تحية. وإيش ما تنشد تغني معنا شعر؟ لازم شعر. إيش بتقول؟ معي شعر. يلا هات. لا عندي شعر. اسمعوا لحظة خلينا نسمع الواد. يقول إن شاء الله عندي شعر ولا عندي شعير. شعير. ولا قاعد تحب البعير. بعير. والسيارة تمشي بالقير. والمكيلة يلف السير. مساكم الله بالخير كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير أعطوا له تحية هذا يستاهل. نواصل. الاسم الكريم. عبد الرحمن سالم الجعيدي. من وين يا عبد الرحمن؟ من وادي عمد. ونعم أغلبهم وادي عمد اليوم هنا. يعني كيف البلدة؟ كيف هذا الموسم وأنتم يعني كيف تخرجون؟ مع من؟ اول شيء طول عمر الموسم هذا ما شاء الله متميز عن المواسم الثانيه. الجمهور والاجواء الممتازه ونخرج دائما على البحر ونتغسل والبلده يعني ما شاء الله فيها صحه فيها عافيه ولياقه وبدن وما شاء الله الامور طيبه والتواجد كثير ما شاء الله. تحب تخرج مع الاهل مع الاصحاب؟ والله مع الاصحاب اكثر شيء. الاهل ما تخرج معهم يعني قليل بعضهم. ما تخرج بهم البلده؟ لا نخرجهم. نعم. لازم يوم. اسم الكريم؟ عمار سعيد برشيد. حياك الله. كيف الله البلدة وموسم البلدة وش تقول عن البلدة؟ والله البلدة صراحة ما تحتاج وإحنا الوعد له والحسب لها من فترة لما جت ما شاء الله البلدة قوى زين وما تحتاج وروحانية وصراحة ارتحنا مرة في البلدة. ننصح الشباب اللي ما يقضي البلدة يزار البلدة ويقرب بيستمتع في البلدة صراحة. أصحابك وين في دوعن ولا هنا؟ أصحابي أكثرهم في دوعن. إيش تقولهم؟ أقول لهم للبلدة عليكم منطقة لبنة برشيد للبلدة. طيب كيف بتم تطلعون بترتب لهم مواصلات من وين يتحركون؟ والله تواصل معهم بصرهم مقيوبهم أنا صراحة يلا عب نفسي. أصحابك وين بالضبط في دوعن؟ في منطقة لبنة. طيب وين تجمع؟ في الريف. أصحابك وين يتجمعون بعد العصر والعشاء؟ وين؟ والله أكثرهم في حد يلعب كرة بعضهم يجلسوا في مناطق هناك. إذا في رحلة وين تتجمعون هناك؟ وين تتجمعون؟ نتجمع أكثرهم في نفس البلاد. نجلس هناك في منطقة في البلاد. حياك الله.
الآن نطرح هذا السؤال لكم أنتم المشاهدون في لكم أنتم المشاهدين هنا في سواء من يتابع في الصفحات في السوشيال ميديا في الفيسبوك والإنستغرام اللي ما قدروا يجون. نطرح هذا التساؤل ونشوف إيش سؤال اليوم هذا من بترومكس. سحب على بطاريات من بترومكس وهدايا مختلفة، ونشوف هذا السؤال ماذا يقول. أسئلة مرتبطة بالبلدة وشواطئها وأيامها المختلفة. هذا السؤال طبعا بسيط جدا، تكتبوا الإجابة بالتعليقات. والسؤال يقول كم عدد أيام نجم البلدة؟ سهلة واضح جدا، نجم البلدة له أيام يبدأ من تاريخ كذا وينتهي. هذا مش لكم، هذا السؤال اللي ما قدروا يجون. أنتوا تغسلتوا صح؟ اللي ما قدروا يتغسلون هذا السؤال لهم، ونشوف كم عدد الأيام. طرحنا نحن السؤال، إذا عندك معلومة لهذا السؤال يعني توضح للمشاهدين كم عدد أيام نجم البلدة، كم هذه أيام؟ والله في 15 يوم يقولون. لا نجم البلدة 13 13 يوم، تنتي سبعة تبدأ 17 وتنتي 30 تبدأ كم؟ 14 سبعة 17 سبعة تبدأ. لا البلدة البلدة 17 سبعة وتنتهي متى؟ وتنتهي 30 سبعة 13 يوم. لا مش كذا 20 يوم 20 يوم؟ ايه ما أنا داري. لا 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 هذا سؤال، هذا سؤال خاص بالمشاهدين. طرحنا سؤال، كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك من؟ احمد حسين عمر ابو بكر الجيلاني. من وين؟ من الضلاعة. بس ساكن هنا ولا جيت عشان البلد؟ لا لا هنا ساكن. اغلب على فكرة روكب فيها ما شاء الله خليط يعني متجانس من مختلف المناطق من الوادي وايضا من الساحل، خصوصا من وادي عمد وودوعن ورخية وجميع الوديان. انت قلت لي من وين؟ من الضلاعة. الضلاعة. طيب طرحنا سؤال، ما ادري عندك جواب عنده او لا، اما نعطي لك سؤال ممكن بس تساعد الناس اللي هنا. طيب قلنا كم عدد ايام نجم البلدة؟ 15 يوم. متى تبدأ ومتى تخلص؟ 15 سبعة. طبعا هذا السؤال مش لكم، هذا السؤال للمشاهدين. لحد هو قال 15، اذا كان جوابه صحيح اكتبوه عندكم وتحصلوا على الجائزة. ايام البلدة كم؟ 13 يوم. كيف 13؟ كيف حسبتها؟ تبدأ من 15 يوليو الى 28 يوليو. هو هذا طبعا السؤال مش لكم بس ممكن تساعدوا المشاهدين. نحن طرحنا عليهم سؤال، قلنا لهم كم عدد ايام نجم البلد، اللي يجيب في التعليقات في الفيسبوك والانستغرام على هذا السؤال وجوابه صحيح بيدخل معنا في نهايه البرنامج في السحب على بطاريات بترومكس. فقرة المواهب والإبداعات، أي واحد عنده موهبة في الأداء في الفن في القصيدة في الشعر في التأليف يدخل معنا أيضا على تصويت ويحصل على جائزة. الشاعر من؟ شاعر أحمد عمر بالحمر. من وين يا بالحمر؟ من دوعن. دوعن وين في دوعن؟ في الليزر. بغينا قصيدة بس لابد يتفاعلوا معه. خلاص على طول. يلا بسم الله. صلوا على النبي الله. بس هذه كلماتك ولا مسروقة؟ حقي. عيب تهمني. عيب اتبه ها. شاعر شاعر. قال والبحر هذا أبغى ربان. ربان. والبحر هذا أبغى ربان. ربان. وأبغى سفينة حاكم السكان. سكان. ومواج بالقبة قوية. قوية. ودخلوا شعبان في رمضان. رمضان. وقد كان حاكمنا بطي سلطان. سلطان. يحكم ينصت للرعية. رعية. واليوم قدنا ألا في إثم الثعبان. ثعبان. تأكل علينا ورشة غبران. غبران. الله ينظر لهذا البلية. بلية. قدمونا القضب بالمرصاد. مرصاد. وجاتنا مخيلة من قدا بحران في نشور العشية. عشية. وقال حيامكم يا عيال الحضرمية. حضرمية. ترصروا جبرونا ترصروا. يابا ولا سلابا ولا 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 طبعا فهمتها انا. شوف والله بصرك اللي يقول لك المعنى في بطن الشعر. وبطنك الان ايش يقول؟ بخمري وقعك فيها. كلمات جميله وابداعيه هذه. حد عرف ايش المغزى ولا ما حد عرف؟ واضحه واضحه. يقول لك الحين البحر طلع له غبه ودخلوا رمضان في شعبان كي هذي. بس ايش معناها؟ على كل حال نحن معكم نستمر. طبعا الاسم الكريم بس عشان التصويت، الاسم الكريم احمد عمر بالحمر. الشاعر الشاعر احمد عمر بالحمر. صوتوا له اذا كان يستحق. صفوا قول يا شباب. يقول لك ما في داعي ولا يحتاج نخلى علينا الخسيس حاكم. سويت على راسك تاج وقلت اللي ما يجي جاكم.
يا دنولا روح امسح المكياج والبس اسود على عزاكم قسمت عدد المطاف والحجاج بصبر على الحكام حاكم صفقه يلا 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 ما شاء الله الاسم الكريم بس من طار صبر عوض محمد مساعه حياكم الله وتعالوا نتعرف على الحاضرين هنا معنا من الشباب الاسم الكريم عبد الله صالح سعيد باندي يا حي من وين من يبعد يبعد احمد علي عمر حق قسم المنقد الشري المنقد يا حي هذا ربيع كلواش من المنقد من وين من المنقد بغينا منكم ايش الابداع اللي ممكن تقدمون كلكم جيتوا على الشاطئ ايوه يلا نسمع من قالوا هذا طبعا فنان صح آه ايش معك من مشاركه اغنيه كذا بسيطه يلا يعني نسمعها. اذا كانت حلوه وكذا بيصوتوا لك شوف بيصوتوا لي وانا مكلم حلو حلو طلع علوا معه نعم بالفعل ايوه ايش هي يما شلينج يبغى المكلا كيف قلناها انتوا جايين نسمعها بنسمعها قبله بغانا المكلا يما شلينج هات شلينج يما تغنينا ادعي لنا بغانا المكلا يما شلينج هات شلينج يما روحنا ادعي لنا فوق منديلي منديلي عصرة بلا منديل منديلي منديلي يوم ماشلينجي عصرة بلا منديل يوم ماشلينجي ما تسرح العصرة يوم ماشلينجي إلا بمنديلي يوم ماشلينجي ما تسرح كلا يوم ماشلينجي هتشلينجي يوم روحنا ادعي لنا بغن خاف الله يوم ماشلينجي لا تاكل الشبا يوم ماشلينجي يا بحر خاف الله يوم ماشلينجي لا تاكل الشبا يوم ماشلينجي كلك تنام بحرا يوم ماشلينجي والتالت الربان ايه بغن المكلا يوم ماشلينجي هتشلينجي يوم ما روحنا ادعي لنا غنى غني ممكن نغلى غني ثانية يلا يلا هكي يا مولاكي دنيا فارماكي شلونك يا شلونك يا هكي يا مولاكي دنيا فارماكي شلونك يا شلونك يا الأسعار في السوق ترقل والصرف يطلع وينزل الأسعار في السوق ترقل والصرف يطلع وينزل كله بظهر المواطن دايم من الهم باكي هاكي يا مولاكي دنيا فارماكي شلونك يا شلونك يا هاكي يا مولاكي دنيا فارماكي شلونك يا شلونك يا كل الاماني بسيطة يا اهل الوعود الحطيطة لقمة رخيصة وراتب يا موالع علمداكي هاكي يا مولاكي شلونا إلاكي شلونا يا شلونا يا جميل اعطوا له اقوى 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 تحيه اقوى تحيه صراحه جمهور اداء ابداعي وجميل الاسم الكريم بس عشان يعرفونك مصوتين احمد علي حقص الممثل احمد علي حقص هذا صوتوا له في الفيسبوك والانستغرام وبحيث عشان يفوز والموهبه الاولى من ساح نعم مربيح مربيح يستحق والله يستحق خلصتوا انت لو يا يستحقنا من الافضل للحين خليها مره علي الافضل وعلي الافضل من يستحق صوتوا لهم على الانستغرام والفيسبوك حياكم الله هذا البرنامج برعاية طيبة والحمد لله الفنان مبارك الدقيل نعم أيوة معروف ومشهور هذا الفنان مبارك الدقيل
حاضر معنا اليوم هنا وسط هذا الزحام. نعم. متى جيت؟ حيا بك. من قطر جيت؟ والله نعم جيت من قطر قبل رمضان. قبل رمضان؟ نعم. كم لك مقترب بقطر؟ 19 سنة. 19 سنة؟ نعم. أكيد هناك كنت إيقاعي وغنيت طبعا وغنيت. شغلي كل مع محمد رويشد مع رويشد أبو بكر الله يرحمه كلهم الفنانين أغلبهم عبود. أيوة أغلب الفنانين يعني. كيف الأجواء هناك في قطر؟ والله الأجواء حلوة صراحة. نعم جميلة في قطر وما شاء الله يعني قطر غير قطر الأولى. يعني ليش فضلت قطر مثلا؟ والله ما فضلت قطر بس إنما جاء طلب يعني طلب من هناك طلب كنت أنا في الكويت عايش شفت وانتقلت إلى قطر طلب من عبود خواجة إيش تقول عبود خواجة خاص. اللي يتابعك الآن ويشوفك عبود. والله إيش نقول يعني شيء ما يصور لأبو محمد يعني الله يحفظك أي والله أبو يعني. محمد عبود خواجة طبعا كان معنا في باريس ويرسل لك العنبارك هذه التحية لك ويتمنى طبعا لك التوفيق بس أقول له تعال البلد ضروري تعال يا أبو محمد تعال البلاد تعال حامي بلادك هنا عاد من أبيات على ال والله كثير ما أحفظ إيش وخلي إيش فرصة طيبة حقيقة وإحنا أسعد طال عمرك إحنا جينا سنوات كثيرة ما لقيناك هنا كنت مغترب أيوة ما قد حضرت شي بلدة أبدا أول مرة أبدا أول مرة ما حضر روح أسافر لما تيجي قرب ما تتوافق أنت ما تتواصل الله اليوم الصراحة أجواء جميلة مباركة يعني آمين ولو لم يكفنا من هذه البلدة إلا أن نلتقي بالأحباب والأخلاء طبعا لك هنا من راعي برنامج على شاطئ البلدة فندق نستو أيوه لأنك مغترب وحاضر اليوم معنا فندق نستو طبعا يرحب بزواره لكن هذه هدايا ما ادري ايش هي هل هي تكون غرف فندقيه او اعطوا له تحيه اعطوا له تحيه يستاهل اخ مبارك الدقيل حاضر معنا هل هدية لك غرف فندقيه او مواد غذائيه او اقصد وجبات غذائيه في المطاعم وكل التوفيق لك ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا ونشوفك في فندق نستو في المكلا ضروري بدور عليك هنا هذا العنوان احنا موجودين وتحياتنا لكم واهل قطر كلهم تحياتي اجواء جميله الله يحفظك امين امين اجواء جميله مشكورين في الحامي وقطر على كل حال ونحن ايضا للمغتربين على فكره هذه هديه لكم ما ادري تطلع المكلا ولا ما تطلع والله المكلا ما رحت لها اللي في النزله هذه كم لك الان في فجعوك ولا ايش فجعوني الانسان قلبي رهيف كيف رحت الغربه ما يكون قلبي رهيف يروح الغربه خلاص يتعود خلاص تعودنا على الرايحه والجايه طيب كم لك الان وانت بالبلاد والله لي شهرين ونص شهرين لا انت بالبلاد عيدت هنا عيدت العيد وترمضت وين ترمضت هناك بالسعوديه ايوه جيت على العيد هذه الاخير على كل حال طبعا انت جيت للريده ولا تجي لمان الشحر لا من الريده على طول لا يعني ساكن في الريده ايوه يعني مش ساكن في الشحر لا جيت البلد انت ومن جيت انا وعائلتي والعائله ايوه يستمتعون باجواء هذه البلده الجميله واليوم نحن في الشحر جاء وهو من ريده المعاره واغترب بالسعوديه وهنا ما تطلع المكله ولا ما تروح الا نروح بس ما هي بسألك سؤال كذا مقارنة طبعا ماشي مقارنة لكن كيف لما تجي إذا رحت المكلا أو أي مدينة في حضرموت كيف تشوف فنادق المدينة والله الفنادق أحلى فنادق لا في هنا عندنا عندكم اثنين جميلة حياك الله ونحن أيضا المغتربين نوفر هذه الميزة ومن فندق نستو راعي هذه الفقرة لك هدية ما أدري إيش نصيبك اليوم يكون قد تكون غرف فندقية قد تكون وجبات غذائية المهم بنطلع المكلا نطلع إن شاء الله على هذه لك هدية شكرا لك شكرا وطبعا نقدم لكم هذه هدية من لكم. أنت وحظك وتكون معنا إن شاء الله في فندق نستو راعي هذه جوائز فقط للمغتربين حياكم الله وفي أمان الله تحياتنا لكم وأصحاب الرياض وأصحاب الريادة شاكرين لكم حياك الله في الشح تسلم والله الله يحفظك حياك الله المنافسات الشاطئية هنا ومعي 6 من الشباب مناطق مختلفة نتعرف على الاسم والمنطقة فايز سعيد علي العبثاني من وادي العين أعطوا تحية لوادي العين فرج سعيد بن زقر من روكب فرعي من روكب أعطوا له تحية فرج أمين عبد القادر عوض الأحمدي من القطن أمين الأحمدي من القطن أعطوا له تحية محروس سالم بقعر من دوعن محروس من دوعن أعطوا له تحية محروس عبد الله بن مالك بن تريم
عبد الله بن نايف. اه من تريم. تريم. تحيه لاصحاب تريم. مشتاق سليمان من الحديده. مشتاق من الحديده، اعطوا له تحيه مشتاق. ركزوا الان معي، يلا جاهزين؟ شوف الان بقول احمر ينطلق، ازرق ينطلق. هذه لعبه وعندي 9 مربعات معروفه لعبه الاو اكس، عندي الاحمر وعندي الازرق، جاهزين؟ جاهزين. بقول ازرق ينطلق، احمر ينطلق، تمام؟ اذا اكتملت ركزوا معي يا شباب. اذا كل واحد وضع القوارير ثم بعد ذلك الرابع يبدا يبعد القاروره ويحطها في مكان ثاني، معروفه اللعبه صح؟ اي فريق يكمل الثلاث المربعات سواء طولا عرضا او جانبا يكون هو الفائز. يلا بسم الله جاهزين. سريعا 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 اللي بعده. ازرق ازرق سريعا ازرق سريع سريع وانتهت اللعبه. يبدو انها احمر سريعا. الاحمر يبدو انه سينهي اللعبه الان. ازرق واحد بس واحد واحد واحد. احمر ايه يا تريم شلها شلها حط 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 حط. إذن الفريق الأحمر الآن فاز، أعطوا تحية للفريق الأحمر. الآن يلا كل واحد يشيل قاروره سريع. الآن تعادل سريع سريع سريع. يلا واحد اثنين ثلاثة سريع بس. ممتاز. أحمر من يكمل؟ أحمر سريع يا تريم. أزرق أحمر الآن شباب بسرعة معاه فيها تفكير. أحمر بسرعة. أزرق سريعا أزرق سريع سريع سريع. أزرق أحمر لا أحمر يا تريم ارجع ارجع. أزرق سريع اللعبة انتهت واضحة. أزرق سريع أحمر سريع سريع يا تريم سريع 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 خلاص بسرعة. الأزرق الآن تحية لفريق الأزرق. الآن آمال آخر آخر نقطة لكم إذا فزتوا. الهدية لشخص واحد فقط وهو آخر شخص يحط القارورة. يلا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة سريع واحد اثنين ثلاثة لحظة ارجعوا. عندك الآن عند الأزرق والأحمر واحد اثنين ثلاثة. من الأول؟ من اللي حط أنت؟ الفريق الأحمر اسمع له تحية يستاهل. محروس من دوعن أهل فريقه وبالتالي له هذه الهدية الخاصة من ركن السعادة
وراعي هذا البرنامج، أعطوه تحية يستاهل. طبعا هنا واضح هذا الشريط الذي يعزل طبعا الجانب النساء مع أيضا جانب الشباب والرجال. هنا واضح الترتيبات والتحضيرات لهذا الموسم هنا في روكب. طبعا حلقة اليوم انتهت، لكن البرنامج ما انتهت فقراته، نتواصل معكم من شاطئ لآخر ومن روكب إلى شاطئ آخر، ونحن معكم دوما على شاطئ البلدة. هذا البرنامج برعاية فندق نستو السياحي.